أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج The New Lebanon. معي ضيفة كتير مميزة. كل الناس اللي عندهم أولاد ممكن أنتم بتعرفوها من قبل. أنا أكيد بعرفها وهي من أحسن المدربة العائلية. هي أستاذة بالتربية الوعية وهي عندها كمان 5 أولاد. اسم الله. أهلا وسهلا بك يا أستاذة رانيا حسن. Thank you. كيفك؟ أنا كتير مبسوطة إنك معنا اليوم. اليوم رح نحكي عن personalized parenting أو طريقة الأمومة والأبوة والتربية الخاصة بك. أول شيء شو هي؟ مزبوط. أول شيء شو يعني التربية خاصة لكل واحد؟ هي إنه كل إنسان مميز بصفات معينة. مزبوط. كل واحد عنده خصال حلوة وخصال بدها شغل. وكل إنسان عنده هالميزة، فأنا ما فيني بالتربية أعمل نفس القاعدة على 5 أولاد مثلاً، لأنه كل ولد مختلف عن الثاني. واو، فالطريقة فينا يتغير على كل طفل؟ مش بس على يعني أهل لأهل؟ مزبوط. يعني واو، يعني لازم هلأ بيكون في أساس، ومن الأساس بدك تتفهمي كل ولد شو مميزاته، شو حاجاته، شو الاشياء اللي هو قادر يعطيها، شو الاشياء اللي انت فيك تساعديه فيها، وتمشي بهذا الاسلوب التربوي. انا مصدومه شوي لانه بعرف كل الاهل لازم عامل يعني كل العدل مع كل ولد، يعني الفيرنس العداله مع الكل. عم تنصحي لنا انه هيدا الشيء احسن تا يعني مميز بين كل طفل؟ 100%. وليه هذا الشيء مهم؟ ليه؟ لانه هذا بيعزز الاشياء اللي عنده اياها الولد، بيخليه عن جد يحس حاله انه هو مسموع ومقبول، وعم يتفهم نتفهمه على هو شو. رح اخبركم قصه صغيره ومهضومه بحب دائما شاركها. انا الوحيده بين بالبيت اللي كنت مني بالطريق المنهج العلمي، كنت بالمنهج الادبي. سو ماما ماثماتيشن، معلمه رياضيات، والوالد كان طبيب أطفال، وخيي طبيب أعصاب، وإختي بلشت ممرضة ورجعت خلصت بساينس إديوكيشن، علوم بالبيولوجية للتلاميذ للأحياء. فأنا كنت الوحيدة اللي ما خصني بكل هالتفاصيل. شو كانوا أهلي يقولوا؟ رانيا وردة البيت، وخلوني حب الاشياء اللي اعملها، عشان هيك انا نجحت بالتفاصيل اللي عملتها. بس لو هن جبروني انه انا اكون مثلهم، ما كنت لقيت نفسي، ما كنت لقيت سعادتي، ما كنت لقيت نجاحي بهالطريقه هيدي. وكمان في اهتمامات يلي بيتغير بين الاولاد، بس كمان في احتياجات خاصه او شيء هيك بين الاولاد، صح؟ أكيد. كيف فينا ان يعني نستعمل تصرفاتنا الى الاولاد بطريقه افضل؟ سو هذه هي الفكره، انه مثلا برجع بقول لك كمان نحن عندنا كف واحد، صح؟ بس ما في اصبع مثل الثاني. فانا بدي اعرف مثلا انا هذا الاصبع بشو بستعمله اكثر شيء، وبشو بينفعني، وبمشي فيه. فأنا هيك لازم أعمل، أتفهم كل أولادي وشوف وين الاحتياجات الخاصة. يعني في مثلاً أولاد بحبوا التعبيط، في أولاد ما بحبوا التعبيط. طب أنا ما بفيني أجبر ابني بلا غصب عن راسك بدك تبوس وتعبط وكذا. لا، بتعلمي الاحترام، بس بنفس الوقت ما بتخلي حدا يتخطى الحدود اللي هو بحبها لنفسه. ما بنحط العار عليه كمان، صح؟ مزبوط. لأنه هيدا الإحساس الخاص إلهم، صح؟ وما فينا نحس كل الإحساس إلهم، فلازم نحس فيهم هيك. حلو كتير. وليه هالقد مهم هيدا الموضوع؟ يعني شو الخطر إذا ما منتابع هيدا النصيحة؟ سؤالك، لأنه بالنهاية التربية هي شو؟ هي ننشأ علاقات مع اولادنا. هي عن علاقات. طب انا كيف بدي تكون علاقتي مع اولادي؟ هذا بدي اطلع فيه، مش انا بس بدي طعمي وشرب ونيم وعلم. هودي اكيد احتياجات اساسيه موجوده، بس انا عم ببني علاقه، لتكون هالعلاقه ثابته ومتينه للمدى البعيد. يعني عن جد يكونوا هن بحبوا يجوا يزوروني بعدين، بس يصيروا هن مستقلين ورايحين بالدنيا، مش غصب عنهم بدهم يجوا لانه واجب. في فرق كثير كبير بهالشغله هيدي.
ومنحسها لما بصيروا هني مراهقين بنبلش نحس فيها انه بتشوفي الولد اللي خلص ما قالوش جادة اهله بده يفل بصيروا يقولوا ايه ما صار مراهق معلم لا مش معنى نحن شو عم نبني بالاساس بدنا نبني علاقة ماكنة ثابتة مثل اي انسان تاني بس هيدي خاصة فينا لقلنا ما في اغلى منا مشان هيك كتير مهمة لما بحس حلو الولد انه انت عن جد عم تعرفي تتعاملي معه بشكل الصح لعمره يعني حتى مثلا مش شرط الكبير تتعاملي معه نفس الشيء مثل التالت يمكن التالت يكون اوعى باشياء عن الكبير سو بتفتحي مجال لهذا التالت بالبيت انه ينعطى فرص الكبير مثلا بعده مش قادر يكون لايق ما لايق عرفتي شو قصدي؟ لازم نبني هالعلاقة لما هن صغيرة وبعدين هن فيهم يختاروا يكونوا معنا لما هن بصيروا كبار بصيروا يحبوا يكونوا كتير. معك بصيروا يحبوا يكونوا معك لأنك أنت متفهمتين لما بقليك مثلا أنا ما إلي جلادي ما بعرف ألعب معك ورق هلا It's okay طبعا إحنا كمان أيام ما بيكون إلنا جلادي صح؟ فهذا الشيء لازم نحس حالنا أنه عم نعطيهم هالمجال هيدا بس بنرجع منعوضها بعدين بشكل تاني وانت بتشتغلي مع كتير اهل كتير امهات وكتير ناس وبدي اعرف شو بتلاحظي او شو هن المثال من اللي لاحظتي بهالموضوع بشغلك صح شغل كتير بحب يعني عن جد وجه لكم اياها للاهل انه ما في قاعدة يعني بيجوا لعندي عطيني طريقة سهلة بسرعة لحل المشكلة هذه ما بتزبط أي مشكلة بدها وقت وبدها صبر وبدها أخذ وعطاء يعني الحوار المفتوح مع الأولاد هذا أساس سو ما في مثلا قلك كيف قطعة التياب تزبط على الكل لا كل واحد حسب الجسم تبعه ونحن نفس الشيء بدنا نعطي حالنا المجال إنه عن جد نكون موجودين مع أولادنا حتى اللي تنبنى هالعلاقة هاي وهذه ما بتصير هيك تأخذ سنين واو سنين وشو هن الملاحظات بالختام فيك تعطي للناس يلي بدهم يبلشوا بهالمشوار هلا ليكون عندهم personalized parenting يعني إنه في أوكي سو أول شغلة بدهم يعرفوا هن أولادهم شو الأشياء اللي بتحبها شو الأشياء ما بتحبها شو الأشياء القوية فيها شو الأشياء مش قوية فيها في كتير كتب صراحة بتساعد الأهل يعني حتى شو هي لغة الحب تبعه هذه أول مفتاح فيهم يبلشوا يشتغلوا فيها إنه مثلاً ابني بحب جيب له هيك هدايا صغيرة أو ابني مثلاً العطاء مثلاً ابني بفضل لا قل له كلمة إنه شجعه حطيت كتير مثلا مجهود لخلصت هيدي المشروع برافو عليك هودي الاشياء بصيروا يخلوا الانسان الولد يحس حاله انا عندي قيمة انا اهلي شايفيني انا عم بقدروا شو عم بعمله وعم بيعطوني هالحب اللي بدهم اياه سو هيدي اول شغلة انه عن جد نتفهم هن شو بدهم تاني شيء نكون عن جد موجودين يعني مش بس هيك جسديا بس عن جد نكون عم نفتح هالحوار الواضح بين بعضنا حتى يكونوا هالتفاصيل موجودة حلو كتير خلينا نذكر الجمهور شو هن الخمسة لغات الحب لمس شو هي physical touch بعرفهم بالانجلش اوكي physical touch اللمس words of affirmation كلام اوكي الجفت الهدايا او العطاء عطاء شو بعد فيه at quality time quality time so الوقت مع بعض و acts of service انه يعني مثلا انا مثلا واحد من اولادي بحب انا اعمل له ساندويتش هذه افعال خدمات اذا في خدمات فينا نقول خدمات اوكي خدمات خدمات وذكروا يا جماعه انه ممكن لغتك مختلف عن لغه طفلك فحتى اذا ممكن مثلا تعطي كثير من الهدايا لطفلك اذا لغته الكلام ما راح يحس يعني مميز وبحب يعني بالحب ف
انت مع هالفكره؟ اكيد أوكي. يعني هو كتير ضروري انه يقدروا يعرفوا اولادهم شو بدهم وسهل تنعرف يعني بس بيراقبون وبيجربوا مثلا اوكي ما حسيت انه هذا الشيء ونسالهم شو بتحس لما بعمل كذا شو بتحس لما بعمل لك هالشيء هذا وهذا من اكبر الفراغ بالتواصل بين الاولاد والاهل انا شفته صح يا هذا كثير مهم مرسي كتير يعطيك ألف عافية وبنشوفك الأسبوع الجاي أوكي.